بسبب كأس العالم 2030 زعيم البوليساريو يتقدم بطلب غريب. فرنسا توجه طلب غريب للمغرب. مهم وعاجل، أمريكا تحرك أسطولها البحري لحماية إسرائيل من حماس. شاهد بالصور، هكذا تستعد مراكش لاحتضانات اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بسبب كأس العالم 2030 زعيم البوليساريو يتقدم بطلب غريب. بأسلوب جريء ومثير للانتباه، قام زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بإرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بعدما أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة قدم فيفا اختيار الملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. الزعيم الانفصالي قدم وجهة نظره بشدة، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل من أجل عدم تضمين ملاعب الأقاليم الجنوبية المغربية ضمن مرافق البطولة العالمية، وطالب باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع إقامة بعض مباراة كأس العالم المقررة في عام 2030 في تلك الأقاليم المغربية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن قرار مجلس الفيفا باعتماد ملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيح وحيد، معتبرا ذلك اعترافا بالمكانة البارزة للمغرب في العالم. فرنسا توجه طلب غريب للمغرب. لم تتأخر فرنسا في استغلال جلسة مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية لتمرير خطاب تهديد ووعيد يفضح الحرج الذي سببه لها الاعتراف الأمريكي وتخوفها من صفقات سلاح إسرائيلية ستقلب موازين القوى في منطقة تعتبرها إمدادا استراتيجيا لها. ودعت افتتاحية لوموند إلى وقف تصعيد بين باريس والرباط، اعتبارا منها أن تقارب العلاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية بين فرنسا والمغرب يتطلب استعادة مناخ ثقة، وأن باريس أمامها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام به للابتعاد عن الموقف الأبوي الذي تظهره في الكثير من الأحيان تجاه مستعمراتها السابقة، شريطة أن تتفهم الرباط مطالب فرنسية بالتصالح مع القانون الدولي بشأن قضية الصحراء. وسجلت الصحيفة الناطقة باسم فرنسا العامقة إن العلاقات بين المغرب وفرنسا تدهورت طيلة السنتين الماضيتين، حيث بلغت الأمور إلى الحد الذي توجد عليه اليوم، وأن الرباط وباريس ليس لديهما أي مصلحة في السماح للعلاقات الثنائية بينهما التي تتمس بالمرارة وسوء التفاهم على مدى عامين أن تتدهور أكثر، خاصة بعدما شددت المملكة المغربية موقفها حول ملف الصحراء المغربية منذ الاعتراف الأمريكي نهاية سنة 2020، وأن تسوية العلاقات مع إسرائيل ما خلفته من تعزيز لقدراتها العسكرية منحتها ثقة جديدة تقترب من الغطرسة. واعتبرت لوموند أن لا شيء يسير على ما يرام بين البلدين ويخيم برود قطبي على علاقاتهما الثنائية التي كانت ذات يوم ممتازة ونموذجية إبان مرحلة ما بعد الاستعمار وودية حتى إلى حد الإفراط. مهم وعاجل، أمريكا تحرك أسطولها البحري لحماية إسرائيل من حماس. أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحملة الطائرات جيرالد بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة الكيان الصهيوني الغاشم. وأفادت مصادر إعلامية بأن السفينة USS جيرالد سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات. وذكر مسؤول مطلعان على الموضوع أنه استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء. وأفاد وزير الدفاع الأمريكي ويد أوستن يوم الأحد بأن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب الكيان الغاضبة، والتي تضم حاملة طائرات فورد والسفن التي تدعمها. وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم ذخائر الاحتلال الغاشم، وأن مساعدته الأمنية ستبدأ في التحرك يوم الأحد. كما أكد أن وزارة الدفاع البنتاغون سترسل طائرات مقاتلة إلى المنطقة. ما رأيكم في هذا؟ شاهد بالصور، هكذا تستعد مراكش لاحتضانات اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. جندت مديري العام للأمن الوطني أكثر من 6500 موظف وموظفة شرطة من مختلف الأسلاك والرتبة لتغطية الجانب الأمني لفعالية الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستحتضنها مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري. كما عبأت المديرية العامة المئات من المركبات الشرطية
ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، وذلك سيرا على نهج استراتيجيته في تخصيص مواكبة أمنية خاصة ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البعد الدولي التي تحتضنها المملكة المغربية. واقتضت مهمة الأمن الوطنية وضع مخطط عمل وتخطيط دقيقة تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل مستفيض قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل يشكل خريطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام. ويتميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع باب إيغلي التي يحتضن قرية الاجتماعات ويسطر محيطها ومداخلها والمسار الطرقي المحيط بها قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد كافة المواقع والنقاط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث، فنادق ومؤسسات إيواء، مواصلات، تمثيليات أجنبية إلى آخره. كما شملت مرحلة إعداد بروتوكول الأمن وضع تقسيم عمليات للوحدات والفرق الشرطية والمركبات مختلف أنواعها والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق، وتم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع مع تحديد مستوى المسؤولية الخاصة بكل أطر والرتبة وبيان آلية التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. من جهة أخرى تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطية بمدرة بمخرج أو بمدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة. وأنشأت مصالح الأمن الوطني مفوضي للشرطة خاصة بهذا الحدث، تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات، كما تتوفر على دائرة أمنية توفر كافة الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة، وهي المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل وبين الاستقلالية في تنفيذ البروتوكول الأمني. وتراهن المدير العام للأمن الوطني من خلال هذه التعبئة الشرطية الكبيرة على إنجاح هذا الحدث العالمي، وهو النجاح الذي سيعزز حتماً إشعاع المملكة المغربية كبلد آمن ومستقر ويكرس الثقة والمصداقية في المؤسسات والأجهزة المغربية في ظل عزم المملكة المغربية مستقبلاً احتضان أكبر تظاهرات دولية في مختلف المجالات الرياضية والفنية والاقتصادية والسياسية. نشكركم على حسن المتابعة.